أبدأ بالنائبة المستجوبة أيضا. هذا الملف كامل مالها، هذا الملف أنا قدمته إلى لجنة إلى هيئة النزاهة المستجوبة، هي هذا الملف مالها. أقرأ لكم مضمون هذا الملف إلى السيد رئيس الوزراء، إلى لجنة الأمن والدفاع، والآن يوجد 8 قضايا مقامة على السيد المستجوبة من قبلي وقبل الوزارة على هذا الموضوع. نعم النائبة عالية صيب بدون مقاطعة. الطلبات اللي جتني اللي 32 طلب اللي صار الإشكال على ضوءها معايا اجت إلى الوزارة، لا عقود معك، عقود معك، لا حتى أكون يعني واضح، طلب تنسيب، طلب نقل، زين، طلب ترقية. لا لا بعد 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 عندي تطوع طبعا هذا بالزمن الزمن شو اسمه تنزيل أسلحة من الذمة، ومن ضمنها تنزيل ذمة بيكيسي من الحاجة أم مؤيد، ما أدري من الحاجة أم مؤيد. بعدين قبول تطوع 1000 جندي وموجودة بالأسماء، قبول تطوع هذا بزمن سعدون الدليمي. نعم أنطيك دور بدون مقاطعة، بعهد السيد وزير الدفاع السابق وموافقته موجودة، قبول 192 جندي، قبول تطوع 584 جندي، وتحويل عقارات 127 عقار مخالفة للقانون 2088 اللي أموال الأجهزة القمعية السابقة اللي موجودة عليها حجز، وهاي هي بالأسماء والملفات، ملف كامل موجود حاليا في هيئة النزاهة ولدى الجهات المعنية، ولجنة الأمن والدفاع أيضا عندها سيد وزير الدفاع وصل الفكرة هذه. وأنا اللي هل من المعقول أن أستجوب من نائبة بيني وبها خصومة شخصية في المحاكم، والنص الدستوري يقول إذا كان يجب أن لا يكون هناك مواضيع شخصية في الاستجواب، إذا أنا بيني وبينها 8 دعاوى في المحاكم شلون استجواب يصير؟ ولكن هذا الترتيب مال سليم الجبوري حتى يجيبني للاستجواب، لأنه لو أنا لو أنا لو أنا كنت شريك كان سليم الجبوري ما جابني للاستجواب. سيد وزير الدفاع، سيد وزير الدفاع، سيد وزير الدفاع، أروح إلى الاستجواب، استجواب النائبة، النائبة حنان الفتلاوي، سيد وزير الدفاع، حتى أذكر لك والله العظيم، سيد وزير الدفاع، طبعاً أنا في الوزارة. وجاني نائب سابق اخوان، جاني نائب سابق قال لي موضوع السيد النائب حنان فتلاوي ما تسمع سيد وزير الدفاع، ومعه طبعا اجاني للوزارة، طبعا لح على مقابلتي اجاني مرة للبيت ومرة بالوزارة، سيد وزير قال لي سيد وزير الدفاع اولا خلي نحكي انا الحقائق، لا سيد وزير الدفاع، انا الشعب العراقي يعرف ايش ديدور، سيد وزير الدفاع، منو حارب المؤسسه العسكريه، منو دمر المؤسسه العسكريه اللي نحكي، سيد وزير الدفاع والله تشاربك اذا انا ادمرها انا والله. نعم ساده والسيدات اطلب الهدوء، ساده والسيدات اذا استمر بهذه الحاله راح ارفع الجلسه، لانه لا نستطيع ان ندير الجلسه بهذه الطريقه، لا نستطيع. سيد وزير الدفاع سيد وزير الدفاع، سيد وزير الدفاع، اولا تاخذ اذن مني اني رئيس الجلسه، انا رئيس الجلسه بدون مقاطعه، كمل ولخص المعلومات بدون مقاطعه، مو كل نائب او نائبه يوجه لك اسئله تقاطع الموضوع، كمل الملفات اللي تم ذكرها وكمل الاسماء، بس نحن نريد ان نعرف الاسماء، نحن نريد ان نعرف الاسماء اللي تم ذكره في مجلس النواب على وجه الخصوص في ملفات مشتبه به الفساد. أرجوك كمل السادة والسيدات النواب، أرجو الالتزام وبدون مقاطعة، الصف الأمامي. عند الاستجواب للسيد النائب حنان الفتلاوي إجاني النائب السابق، نعم، وحكى وياي بالوزارة، قال لي معالي الوزير هذا الاستجواب للدير لبال، بس احنا بصراحة قادرين أن نلف لك الموضوع، ولكن يوجد عقد للإطفاء تحيلة على الشركة الفلانية التابعة إلى التاج، ما أعرف المهم، ومالك شغل، إحنا نسكت النائبة عالية مقابل 2 مليون دولار. حنان عفوا حنان زين، والله والله العظيم والله. طبعا أشوفوا إخوان في ليلة سيدة حنان حتى تعرفين، في ليلة الاستجواب
لا اخوان اخوان ارجوك في ليلة الاستجواب في ليلة الاستجواب اغلق التلفوني صراحة. في اليوم الثاني قبل ما دخلت للاستجواب في غرفة سليم الجبوري جاء علي قال لي البارحة 40 مرة اتصلت بيك وما حصلتك. انا كنت قاعد يم السيد النائبة الموضوع كان حليناه حنان الفتلاوي اللي يقول لي يمها نعم وقال لي هسه العرض قائم هسه العرض قائم اذا تقبل الاستجواب تسحب حنان الفتلاوي والله العظيم. نعم والله أكمل العظيم اكمل اكمل هذا أكمل. قلت له لا انا رايح للاستجواب وجيت للاستجواب اكمل نجي نعم, نعم. نجي الى موضوع بعد الاستجواب بعد الاستجواب مال السيدة النائبة حنان الفتلاوي الاخوان اتقربوا من عندي على امل يحصلون شيء بعد الاستجواب باعتبار وقفوا لي وقفوا هاي لازم ارد لهم الجميل.